لم يكن اجتماعا روتينيا هذه المرة. هذا ما أكدته القيادة العامة للشرطة في اجتماعها الذي عقدته في مدينة زنجبار بمحافظة أبيان، حيث يستعرض الجهود الأمنية التي بذلت في سبيل تطبيع الأوضاع، وكذا مراجعة مكامن القصور في جميع المرافق العسكرية ومحاولة تطبيع وتحقيق الاستقرار المنشود للمحافظة بعد أكثر من عام ونصف على تحريرها. نحن وجدنا هنا لحماية المواطن وأمنه واستقراره، فلن نسمح لأي كان أن يعكر صفو الحياة في أبيان، ولن نسمح للخارجين عن النظام والقانون أن يعكروا صفو الحياة. فأبيان اليوم ليست بأبيان كالأمس، فالأمن والاستقرار الذي تعيشه المحافظة وعودة الحياة للمرافق الحكومية يأتي ذلك بجهود تبذلها السلطة المحلية. إذن فالاستقرار الأمني الواقع لم يصل إلى مرحلته الأخيرة بعد، لكنه ما زال يواجه الكثير من التحديات، أبرزها تأخر تفعيل مراكز الشرطة في مناطق عدة، وهو ما قد يتسبب في إيجاد فجوة تحول بين الاستقرار المرجو الذي بات أبرز المطالب الشعبية هنا. وزارة الداخلية وعدتنا إن شاء الله في القريب العاجل أنه سوف يتم تفعيل دور إقسام الشرطة في كل المديريات. أنا لا أخفيك أن في بعض المديريات ليس مفعلة، ولكن أغلب مديريات محافظة أبيان هي مفعلة. عندنا عمليات مركزية لإدارة أمن أبيان يتم التواصل فيها عبر المديريات. وبين أمكانية الوصول إلى استقرار شامل وتحقيق ما جاء في الخطط العسكرية كأهداف بات من الضروري تحقيقها، خصوصا بعد السيطرة التامة على جميع المديريات ووصول القوات الأمنية إليها، بات أيضا من الضروري تكثيف التواجد العسكري في جميع المناطق خصوصا الشرقية لتعمل على تأمين حياة الناس، ومن جهة أخرى حفظ هيبة الدولة بعد سنوات من غيابها. لم يعد الواقع الأمني في محافظة أبيان متأزما كما كان سابقا، وبات الطريق نحو استقرار الحياة ممكنا، خصوصا إذا ما تم تفعيل المراكز الأمنية في عموم المديريات، وهذا ما أكدته القيادة الأمنية هنا في محافظة أبيان من خلال خطتها التي قالت إنها ستكون شاملة في المرحلة القادمة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.